قلت لي لا 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 ولا قلت لي لا الا ولا قولي لا انت ولا قولي لا الا ولا قولي لا قولي لا تبارك الله عليك توحشت لك كدير صافا لاباس عليك والله تتوحشت لك بزاف لا شوف غادي نتلقاو لازم نتلقاو ان شاء الله يلا بارك الله فيك ميرسي ميرسي اوبوا بسلامه بسلامه تبارك الله عليك ويلي استغفر الله مسكينة طلب صدقة طلب صدقة لا هذا ما عنديش معاه لا لا ويلي استغفر الله ويلي السلام عليكم وعليكم السلام سيدي بخير مزيان لاباس عليك بخير الحمد لله بارك الله فيك اخي هذا الرخصة الله يرحم يمك هذه شهر ونص وحنا كنستنى وانا كاري المحل 10000 درهم وطالع عليا المصرف وطالع عليا الدوينة وطلعوا عليا الخدامة وطالع عليا الكرة والرخصة باقي ما بغيتوش يعطيها لي يعني يفتح الباب الله يرحم يمك عين فتح الباب بعدا استرزق الله هذه ماشي خدمة صاحبي شهر ونص بالرخصة وانا كاري ماشي هيدا كيعملوا الناس الله يرحم يمك ماشي هيدا والله يا اخي الله يا اخي غيصبر غيصبر شوية كيفاش اصبر وملك راه غيصبر عليا الموطور غيصبر عليا والخدامة غيصبروا عليا هو البناي وكيسالي الفلوس البناي وكيسالي لي الفلوس انا الصباط كيسالي الفلوس الموطور طالع عليا كلشي طالع عليا مي غنجيب انا هاد الفلوس هادو مي غنجيب هاد الفلوس مي غنجيب هاد الفلوس الله يرحم يمك مي غنجيب هاد الفلوس تفضل جلس جلس خذ راحتك خذ راحتك الله يودي الله يودي لا لا تفضل جلس وارتاح عاود لي عاود لي غنعاود لك شغنعاود لك الرخصه دفعتها هادي شهر ونص غنعاود لك فيها مصاريف كنشبر التاكسي مشي واجي اجي جيب ورقه اخرى جيب ورقه اخرى قالوا بدي مشي جاليزي مشي عدل كنضرب الورقه ودابا كتقول لي عاود لي شغنعاود لك فيها الله يرحم يمك شنو غنعاود لك فيها شنو غنعاود لك فيها هادي واش كتعاود فيها انا خصني ندير على الرخصه خاين نفتح المحل ديالي يسترزق الله شنو غنعاود لك فيها الله يرحم والديك تفضل غير تفضل غير جلس غير جلس بليز هيداك الله يرد عليك شوف قول لي المشكل دابا واش حماق واش مريض واش عيان كيفاش نعاود لك مجدي شنو غنقول لك مجدي واش غتخرج عليا الوالدين تهزتيني واش غتقتلني ولا شنو ولكن كتقول لي عاود لي مجدي تعاود لك مجدي الوالدين تهزتيني تعطيه خصني الرخصة تعاود خصني الرخصة شنو خصك نعاود لك مجدي مثلا شنو خصك نعاود لك خصني الرخصة عاد نديري على الورقة ديال الرخصة ستيلو والورقة ونديري على الورقة ديال الرخصة ما كتفهمهاش هذيك خصني نديري عليها الله يرحم لك الوالدين الله يرحم غدا تكون عندك غدا تكون عندك الرخصة متأكد متأكد 100% شكرا بزاف على الزيارة الله يهديك والله سيدي غنتوحشوا لك بالله شكرا داعجين عندي تبارك الله عليك تبارك الله عليك شكرا السيد الله عمر راس العاد السيد هذا واو نهار ديال الخدمة مزال تبارك الله عليك الو خديجة بلا تبقى معايا شوف من غدا انا كونجي ماشي شغلك المدة من غدا انا كونجي يلا قولي لا الا ولا قولي لا قولي لا